أن تسمعوا إلى كلمة رئيس الديوانية سعادة الشيخ مشعل الأحمد، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي صاحب السمو، يشرفني أن أرفع إلى سموكم باسم إسرة ديوانية شعراء النبط أعمق مشاعر الشكر والامتنان لمشاركتكم لنا حفلنا السنوي، مؤكدين بذلك رعايتكم للشعر الشعبي ومعززين بادرتكم الكريمة حين أنشأتم وافتتحتم بنفسكم هذه الديوانية في العام الماضي. إن شعرنا النبطي ليس فقط تعبيراً صادقاً عن مشاعر شعبنا، بل هو كذلك سجل تاريخي لماضينا، حافل بوصف وقائع الكويت وأيامها المشهودة والإشادة ببطولات رجالها والتغني بانتصاراتها وأمجادها والمعاناة لمصاعبها وآلامها، وهو إلى جانب ذلك زاخر بالحكمة والمعاني الإنسانية النبيلة والحث على التحلي بالرجولة والشهامة والكرم والشجاعة وغيرها من قيمنا العربية الأصيلة. وهكذا فإن رعاية سموكم لشعر النبط إنما هي في الواقع رعاية لكل هذه القيم السامية، وإعزازاً لماضي الكويت العريق، وإعلاءً لتقاليد مجتمعنا الأصيلة، وهي إلى جانب ذلك كله جزء من رعايتكم المعهودة للفن والتراث الشعبي الكويتي. إن شعر النبط تعبير عفوي عن أحاسيس شعبنا، يتميز بالبساطة والصدق والبعد عن زخرف القول. وهكذا تعاملك يا صاحب السمو مع إخوانك وأبنائك المواطنين تعبير عفوي يقوم على البساطة والصدق والمودة والوفاء. لقد فتحت قلبك وبابك للمواطنين ولم تكتف بذلك، فسعيت بنفسك إليهم مشاركا في أفراحهم وأحزانهم مهنئا ومواسيا، وتجولت في مناطق البلاد المختلفة تلتقي بالمواطنين وتتحدث إليهم متفقداً أحوالهم ومستفسراً عن احتياجاتهم ومشاكلهم، وبالأمس عبرت بصدق وبساطة عن تقدير الكويت وتكريمها لأبناء الرعيل الأول من رجال البحر الذين جابوا البحار وتجشموا الأخطار في سبيل الكويت، فدعوتهم إلى منزلك وجلست إليهم وجلسوا إليك في مودة وبساطة، ثم سعيت إليهم مرة أخرى في قهوتهم الشعبية تتبادل معهم التهاني والتبريكات بشهر الصوم الكريم. كل هذه المعاني والقيم الكويتية الأصيلة نتمثلها الآن يا صاحب السمو، وأنت تجلس بيننا في بساطة القائد الوالد والأخ والصديق، مشاركاً شعراء النبط حفلهم السنوي، مجسداً بذلك روح الإسرة الكويتية الواحدة القائمة على المودة والتراحم والتعاضد في السراء والضراء، تلك الروح التي كانت دائماً سلاح الكويت الفعال في مواجهة كل ما لاقته من تحديات. ويسر إسرة ديوانية شعراء النبط أن تعلن في هذه المناسبة إنها تعتزم جمع ونشر قصائد وأشعار البارزين من شعراء النبط السابقين، راجية من سموكم أن تشملوا برعايتكم المعهودة هذا الجهد الهادف إلى صيانة هذا الفرع الهام من التراث الفني الشعبي، ليتسنى اطلاع أجيالنا الحاضرة والقادمة عليه. وإن إسرة ديوانية شعراء النبط وهي تحتفل بيومها السنوي في رعاية سموكم تؤكد وعيها لدور الشعر في خدمة الوطن والمجتمع، وإحساسها بمسؤوليتها وعزمها على القيام بواجبها في سبيل كويتنا الحبيبة. وفي الختام نسأل الله أن يديم بيننا رباط المحبة والتراحم والمودة، وأن يأخذ بأيدينا جميعاً لما فيه خير وعزة وطننا العزيز، وأن يحفظ كويتنا وأميرها وولي عهده وشعبها من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.